معلش انا كنت متخيله يا حنان انه في الوقت اللي احنا فيه او في العصر اللي احنا فيه الولاد بمختلف اعمارهم، ولاد والبنات طبعا، يعني بتكلم على الاطفال عموما بمختلف اعمارهم والمراحل العمريه بتاعتهم، ما بقوش ميالين للحدوته زينا او زي جيلنا والجيل اللي بعدينا بحاجه بسيطه وبعد كده بس خلاص. لكن الجيل ده ما بقاش قريب من الحدوته بسبب السوشيال ميديا والحاجات الكتير اللي موجوده، وانه ممكن ينام على فيلم او ممكن ينام على مسلسل او الموبايل بتاعه يبقى شغال جنبه. يعني بيبقى فيه اكتر من حاجه تلهي الطفل عن فكره ان هو يقعد ويسمع ماما وهي بتتكلم او بتحكي حدوته. انت شايفه هي دلوقتي مؤثره فعلا زي زمان، ولا احنا لازم نبذل مجهود شويه عشان نحبب الولاد الاول في فكره الحدوته؟ بصي ليا رأي هنا مختلف شويه. انا شايفه ان احنا محتاجينها دلوقتي اكتر من زمان، اكيد، لانه الحدوته بتعمل ايه؟ الحدوته لما انا باجي احكي لك حدوته انا بشغل في مخك حاجات من غير ما تدركي، خيال بيشتغل، صح، استماع، برزنس، يعني تبقي حاضره موجوده لان بتسمعي حدوته فبخيالك بيتبني فبيحصل حاله احنا من دلوقتي السلام. بقى عندنا فقر في موضوع الخيال ده لان الولاد كل حاجه مصوره وموجوده قدامهم، كل حاجه جداً. انا مش عايزه اقول لك ده حقيقي قد ايه يعني لا انا عارفه في استراجل حقيقي في الولاد بالذات بتوع القاهره والمدارس اللي هي بتبقى كل حاجه مصوره ومكتوبه، يعني بيبقى في استراجل انه نفصلهم عن هذه الحياه عشان يخشوا عالم الخيال. عشان يشتغل شويه الخيال يشتغل شويه. بالظبط كده. فاللي انا عايزه اقوله انه احنا بالعكس احنا محتاجين ده دلوقتي اكتر بكتير، علشان هي هذه اللحظات الثمينه اللي انا بسميها ثمينه جدا اللي بخلي الولد حاضر ومستمع وموجود. كلميني بقى اكتر عن ورش الحكي والأنشطة اللي بتقدموها فيها أو بتعملوا إيه فيها بالظبط؟ يعني هل مثلا في مجموعة بتحكي ولا في مجموعة بتعلم الناس الحكي؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ بصي ورش الحكي أنا اللي عاملة لها تصميم عشان أنا أساسا واخدة تي أو تي يعني تدريب مدربين. فأنا اللي حصل لما دخلت عالم الحكي حسيت إن أنا محتاجة كمان أقول للناس إزاي يحكوا، يعني أساعدهم يعني. فانا اللي عملت ديزاين لده، وانا كنت في الديزاين بتاع الورشه كنت مصممه جدا انه يبقى في حاجه ستراكتشر، يعني في نظام، في حاجه يمشوا عليها، في حاجه يتعلموها، لانه زي ما قلت لك الحكي ساعات بيتاخد على انه اي حد يحكي حدوته وخلاص، لا هي مش اي حد يحكي حدوته وخلاص، في شغل كتير بيتعمل على الحدوته الواحده، عشان يعني الفيديو اللي انتوا شفتوه في الاول ده في شغل كتير قوي اتعمل قبليه عشان يطلع بالشكل ده. طبعا اكيد. فهي الفكره في انه لو انا عايزه احكي حدوته فعلا حلوه وناس تسمعني وتستمتع انا لازم اشتغل على الحدوته دي. بس فهي فكره انه نشتغل قد ايه ونوصل ايه. مش عارفه جاوبتك كده ولا ده غرض الورشه او ده الهدف بتاع الورشه؟ الورشه انا مش سرحت لا عارفه انت دخلتي في موضوع سرحت شويه. فالورشه الهدف من الورشه انه اي حد يدخل الورشه دي يخرج قادر يحكي حدوته حلوه بطريقه حلوه وتوصل حلو. ده الهدف من الورشه. من وجهه نظرك اشمعنى الجد والجده بيعرفوا يحكوا حواديت احلى وبتشد الولاد اكتر من الام او الاب؟ علشان هم اولا هم عندهم خبره اكتر، عندهم حب unconditional للولاد، او حب مش عايزاك تبقى مؤدب، مش عايزاك يعني انا مش هي قابله منه كل حاجه وبتحبه على اي حاجه بالظبط كده، وما عندهاش الاثوريتي او السلطه بتاعت الاب والام. فهي الحته الطريه الحنينه اللذيذه اللي بتحوش كمان لما ماما بتيجي تزعق او ماما بتقول على حاجه لا هي بتقول وبتقول لها لا او سيبيهولي. فلما بتحكي حواديت بيبقى في حالة استمتاع من الولاد مش معقولة. طبعا. قولي لي بقى وانت بتحكي الحواديت للأطفال ايه أغرب الأسئلة اللي اتسألت لك؟ يعني كتير طبعا، بس يعني اللي فاكراها دلوقتي مثلا في ولد وانا بحكي ايه ده، هو في حاجة اسمها كده؟ هو يعني دايما الرياكشن، وبالذات بقول لك بالذات ولاد القاهرة اللي هم بيتعرضوا كتير للسكرين تايم، فدايما اللي هو بيبقى عنده مشكله انه يقبل انه في حاجه اسمها انه هو في حد بيطير. هو معقول يعني في حاجه اسمها نروح بلد في مكان تاني في لحظه؟ هو يعني ايه كلب بيتكلم؟ يعني دايما بتبقى الاسئله كده.
اه بس طبعا يعني دي اكتر حاجه. بس عامه الولاد كلهم انا بحس انه ايا كان اللي هيطلع منهم بيبقى حلو، وبندخله برضو في الحاله وبنشتغل فيه برضو. بيأثر في شخصية الأطفال لما بنبدأ معاهم من سن صغير إن احنا نحكي لهم حواديت؟ طبعا بيأثر طبعا، إزاي؟ وده كلام مش مبهم، ده في دراسات اتعملت على ده كتير. يعني أكيد انه أكيد. بصي، انت لما بتحكي حدوته للولد وهو صغير في كذا حاجه. يعني اولا في دراسات اتعملت ان انت لما بتحكي حواديت في 4 نقط في دماغ الطفل او الكبير، حتى مش الاطفال، كبار حتى، في 4 نقط في المخ بتنور. وده ما بيحصلش حتى وانت بتتفرجي على فيلم مثلا، لما بتتفرجي على فيلم في نقطتين بس بينوروا في المخ، لكن لما بتحكي حدوته في 4 نقط: الاستماع، الخيال، التفكير، وحاجه كمان انا مش فاكره. هم في 4 نقط. فده دي دراسه. في دراسه تانية اتعملت انه في حاجات بتتنمى في الطفل، منها مثلا وابسطها ان هو بيبقى عنده مخزون لغوي. لان انت لما بتحكي لي، عارفه زمان لما بيقول لك، لما كانوا بيقولوا اتكلموا الاطفال كتير وهم صغيرين عشان يقدروا يتعلموا يتكلموا الكلام بسرعه، بسرعة. هي نفس القصه. لما بتحكي له كتير 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 بيبقى عنده مخزون لغوي كتير. دي حاجه. الحاجه التانيه انا بحس دي بقى حاجه من الناس ما بتاخدش بالها منها، انه الحواديت فيها ايه؟ الحواديت فيها خبرات حياتيه. خبرات حياتيه. خبرات حياتية. طبعا الارنب قابل حد، والحد ده عمل حاجه معينه مع الارنب، فالارنب اتصرف في الطريقه المعينه دي. فالولد هو معاش ده في حياته، لكن عاشه مع في القصة. الأرنوب. فلما يتعرض أو لو اتعرض لحاجة زي دي في حياته، هيبقى عنده مخزون في مخه إنه آه صح، أنا ممكن أتصرف في الطريقة. وعلى فكرة ممكن ما يفتكرش الحدوتة خالص، بس هو فاكر التصرف. فبتديله خبرة حياتية. وقلت الكلام ده كتير قبل كده، عباس محمود العقاد كان دايما بيقول اللي بيقرأ بيعيش حياة واحدة بس، اللي ما بيقراش سوري ما بيعيش حياه واحده بس، اللي بيقرا بيعيش حيوات. ليه؟ لانه طبعا بيختبر ده وبيروح هنا وبيسافر صح، وبيجي وهو في مكانه، خياله بيشتغل وبيروح في كل حته هو شايفها قدامه، سواء على الورق او بيسمعها كحكايه. من عمر قد ايه بقى نبدا نحكي لاولادنا قصص؟ من هما في بطن مامي. معقوله؟ بيسمعوا. يعني احنا عارفين طبعا انه يعني دلوقتي طبعا بقى معروف جدا ان الجنين فعلا بيسمع الاصوات حواليه، بس كنا نعرف انه مثلا سمعوه مزيكا هاديه، سمعوه مش عارف ايه، انما احكي اقعد احكي حدوته البطن، يعني اصل اقعد كمان الحدوته الام الحامل. هقول لك ايه، الحدوته فيها مشاعر. فمره ماما هتحكي الحدوته فيها شويه حزن، فيها شويه فرح، ماما هتبتسم هنا، ماما هتتاجيتيتد، ففيها تركيبة مشاعر حلوة بتوصل مش ما بتوصلش. فحلو ان احنا نحسس الولاد بالاحساس بتاع القرب والامان، واحساس المشاعر المختلفة اللي بتروح وبتيجي دي، كل ده بيبقى بيعدهم برضو، بيعدهم. وطبعا من اول ما يتولدوا طبعا اذا كان فيها نفس يعني. لو قادرة. او ممكن الاب هو لازم طبعا. هو لازم حد معين يحكي الحدوتة، يعني مش شرط الام انا بس. والدي اللي كان بيحكي لي احنا حواديت وانا قلنا صغير. انه الاجداد بيحكوا الحدوته، الام بتحكي الحدوته، والاب على فكره يحكي حدوته عادي جدا، يعني مش انا ماليش في الحاجات دي ونيميهم انت واحكي لهم انت، لا لا يعني لا لا ممكن لا. يحكي حدوته. انا والدي كان بيحكي لي حواديت، وكنت يعني احلى وقت في حياتي. اتغير فيكي ايه يا حنان لما حبيتي وعملتي الشغف اللي عندك ان انت بداتي تمارسي حكي الحكايات، تحكي الحواديت؟ ايه اللي اتغير في شخصيتك من مرحله التسويق لمرحله الحكايات والحواديت؟ هقول لك، هو سؤال حلو قوي على فكره، يعني هو سؤال جميل وعميق. اول مره يتحكي اول وعميق. ما تساله. بس هقول لك ان انا بقيت ما بقتش بستغرب حاجه، وبقيت متقبله الحياه كما هي، يعني زي ما هي. سلام. لانه في الحواديت، يعني انا كمان عشان بدرس الحواديت، فالحدوته عباره عن ايه؟ مشكله وحل، والمشكله هتتحل في الاخر مهما كانت. وصلت لاقصى الذروه بتاعت حكايتنا زي ما بيقولوا، ذروه الحكايه، مهما وصلت الحكايه لذروتها وحسيتي انه مفيش حل، هيبقى في حل، والحكايه لازم هتنتهي. فبقيت شايفه انه مهما تأزمت الحياه، هي كده كده هتخلص، المشكله دي هتخلص، والحياه هتستمر، والدنيا ما بتقفش. طبعا اسلم. اهدى.
ويا ريت الواحد يعيش في حدوته، لان في الحدوته دايما الخير بينتصر في الاخر، ما بيبقاش الشرور فيها يعني، يا دوب فعلا زي ما تقولي كده في الذروه، في بدايه وسط ونهايه في الوسط، بس بعد كده الدنيا بتبقى حلوه. فيا ريت لو الواحد فعلا حس بالاحساس ده، فعشان كده يمكن الاطفال بترتبط قوي بالحدوته، لانها بتعيشهم في عالم مثالي، عالم خيالي او بس عالم مثالي، عالم فيه كل حاجه حلوه والخير فيه واضحه بينتصر وواضحه بالظبط. انا بشكرك جدا جدا يا حنان على وجودك معايا، واكيد بشكرك على مجهودك الجميل العظيم اللي بتعمليه مع الأطفال، وفي إحياء فكرة وثقافة حكاية الحدوتة، إن احنا نحكي حدوتة لأولادنا، وإن نخليهم يرتبطوا بالحواديت سواء قبل النوم أو في اليوم طوال اليوم، مفيش مشكلة، ممكن في أي وقت زي ما قلتي نحكي حدوتة. شكرا يا حنان ليكي، شكرا ليكي، نورتيني. كانت ضيفتي في الفقرة دي الحكواتية حنان الطاهر. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا، استنونا.